نادين نسيب نجيم او سيرين عبد النور؟ اوه لا لا يلا ما في مهرب من الاجوبه، لا بتبوسي ولا لا ما عندك نازله كشك جايبها انسيها. مين اجمل ممثله لبنانيه، سيرين عبد النور او نادين نسيب نجيم؟ نادين. نادين؟ اوكي، مين اجمل، هبه نور او روزينا اللدخاني؟ والله الاثنين حلوين. اعطيني وحده. هبه نور. ولو حطيتك معهم؟ مرام علي. ياه عليك، انت اجمل؟ اكيد. اوف. طبعا. اكثر طبيعية ولا اجمل؟ اكثر طبيعية. مع مين حابة تقدمي الثنائية، باسل خياط او احمد حلمي؟ شو قصة احمد حلمي؟ شو؟ كثير بحبه كثير من انا وصغيرة. ايه بتحب اثنيناتهم؟ بحب باسل خياط اكيد وبحب احمد حلمي اكيد. بس مين على بالك تقدمي ثنائية معه؟ احمد حلمي اذا كان كثير هيك عن جد الخيار. ايه بقول له سوري باسل بحبك كثير بس اكيد احمد حلمي. بتحبي تروحي على السوق المصري؟ يلا، مين الممثل السوري اللي اسمه أكبر من موهبته؟ معتصم النهار أو مهيار خضور؟ ما في شيء اسمه أكبر من، ما بفهمون هدول الأسئلة هشام. طيب مين بتحسي كثير موهبته كبيرة؟ مهيار ولا معتصم؟ مين أكثر موهبة بيناتهم؟ مهيار.